خلونا نشوف مع بعض دلوقتي يمكن تقرير خاص طبعا لزيارة المدرب الأسباني بيب جوارديولا لمصر، مدرب مانشستر سيتي، اللي كانت حديث وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، وليها في الحقيقة دلالات أن مصر هي المقصد والحضارة والتاريخ، وليها مكانتها العالمية في كل مكان. بيب جوارديولا أثناء أجازته الصيفية اللي بيقضي فيها جزء من زيارته في القاهرة، زار الأهرامات وزار المتحف القومي للحضارة المصرية، ولسه كمان مخطط ان هو يزور الاقصر واسوان حسب البيانات الرسميه. يا ريت ايضا يكون في متابعه ليه زي ما اتابع هنا في القاهره. خلينا نشوف تفاصيل هذه الزياره ونرجع مره تانيه لحضراتكم. التقطت على سياط الكاميرات صورا للمدرب كره القدم العالمي والملقب بالعبقري الاسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، امام الاهرامات. تلك الصور التي تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي عند منطقة أهرامات الجيزة وهو يتسلم قناع توت عنخ آمون، مرحبين بالزيارة للنجم العالمي لأرض الحضارة والكنانة مصر. واعتبرها كثيرون أن تلك الزيارة تعد تتويجا لقوة مصر السياحية والحضارية وسمعتها العالمية، ولا بد من الترويج لها نظرا لشهرة بيب جوارديولا العالمية والعمل على جذب مزيد ورواج للسياحة المصرية. في الوقت الذي تداول فيه رواد التواصل الاجتماعي صوراً أخرى رفقة أسرته أمام الأهرامات الثلاثة في تعليقات كلها إيجابية وترحيب بالزيارة. في الوقت نفسه كشفت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار المصرية عن صور جديدة من كواليس استقبالها للمدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أثناء زيارته لمصر برفقة عائلته لقضاء عطلته الصيفية. ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك صوراً للمدير الفني أثناء زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة وحضوره على مأدبة الغداء التي أعدتها الوزارة للمدير الفني وعائلته في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات. البيان الرسمي أشار إلى أن هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوي ومؤثر في الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر، ومنها السوق الإسباني والذي شهد نمواً كبيراً في الحركة السياحية الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام. وصل بيب جوارديولا وأسرته مطار القاهرة مساء الخميس قادماً من إسبانيا، وكان في استقباله نسرين عثمانلي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري. وبدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سنبل بمحافظة أسوان، حيث زار منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارات بالفسطاط. كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته على مأدبة غداء بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات، وقد كان في استقباله عدد من المسؤولين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث رحبوا بهم وبأسرته وتم إهدائهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذي أبدى إعجابه الشديد به. ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سنبل بأسوان. وقدم بيب جوارديولا موسما استثنائيا مع فريق مانشستر سيتي، حيث حصل على الثلاثية التاريخية وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. ويملك بيب جوارديولا فرصة كبيرة للحصول على ثلاثة ألقاب أخرى وهي كأس الدرع الخيرية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.